شو السلام افشوا بينكم. السلام. لما تقابل حد يقول السلام عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقي السلام على من يعرف ومن لا يعرف، رجل او امراه. احنا دلوقتي بنعدي من جنب بعض ما بنسلمش على بعض، على اساس ان ده تمدن وحضاره، ما نعرفش بعض مش فاضيين. زي واحد بيقول للتاني في بلد الساعه كام، قال له لا انا مش من هنا. الساعه كام يعني؟ انت واخد بقى. فكلمه السلام حتى الناس باللغه الدارجه يقول لك يا اخي ده سلام ربنا سبحانه وتعالى. فعشان كده لما تلقي، لو حد القى عليك السلام ده سنه، لما ارد ده فرض، لازم ارد. طب يعني منهج الرسول صلى الله عليه صلى وسلم الله عليه كان وسلم. في إفشاء يعني هذا المنطق أو هذا الضرب، يعني الكلمة الطيبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يكلم الصحابة ببساطة شديدة جدا، فاني كل الكلمة الطيبة دي كانت تعلم. يعني مثال صغير، كان في صحابي ولد صغير اسمه عمير. عمير كان عنده قصة مشهورة ده قوي، عنده النضير طائر بيحبه صحيح. قوي، فالطائر ده تعبان يعني أو مات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كل ما كان يقول يا عمير ما فعل، كان بيسميه الطائر النغير، يا عمير ما فعل النغير. تخيل طفل زي ده اتعلق قد ايه بالنبي بعد كده صلى الله عليه وسلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقابل سيدنا عمر، موقف ساحر ساحر. سيدنا عمر معروف انه قوي جدا، مش بتاع عاطفه كتير. سيدنا عمر يعني مع ربنا سبحانه وتعالى طبعا رقيق القلب، ولكن سيدنا عمر بطبعه قوي الفاروق حاجه، وطبعا كان ضخم البدن. ففي يوم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماشي جنبه، الحديث المشهور جدا، ماشي جنبه فمسك ايده، مسك سيدنا عمر، فقال يا عمر اني احبك. هي ينفع الموضوع ده مع سيدنا عمر يعني يجي معاك يعني يجيب معاه؟ فاول ما النبي صلى الله عليه وسلم لمسه حنيه كده قال له يا عمر اني احبك، فسيدنا عمر تاثر وقال والله يا رسول الله اني احبك، انا كمان بحبك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيكلمه بقى، تعال نحط المعادله، تحبين اكتر من اهلك؟ اه. من زوجتك؟ اه. طب من فلوسك؟ من نفسك؟ قال لا. فسيدنا عمر قعد فكر وبعد كده رجع قال له اني احبك الان اكثر من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الان كمل ايمانك يا عمر. فكره الكلمه اللي علمت عند الناس. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا ابو بكر، سيدنا ابو بكر راح يعمل عمره والنبي مش هيروح يعمل عمره، والنبي صلى الله عليه وسلم بيحب سيدنا عمر جدا. فسيدنا ابو بكر ماشي، يا رسول الله انني ساعتمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه بقى؟ قال يا اخانا لا تنسانا من دعائك. الله، ايه ده؟ ما تنساناش من دعائك. سيدنا عمر يقول فما فرحت بشيء في الدنيا كما سمعت هذه الكلمه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لي ما تنسانيش، ما تنساش تدعي لي. هو النبي صلى الله عليه وسلم خلي بالك الكلمه دي، سيدنا عمر هيروح العمره ويرجع وكلمه لسه في ودانه. دي فكره الكلمه الطيبه، ان اقول لك كلمه حلوه تتنها في ودانك وتسمعها وفي قلبك لحد ما تشوفني بعد كده تاني. لحد يعني كان في تريننج او اختبار جميل قوي بنعمله، يقول لك ايه، اعمل شكل ورقه على شكل حمامتين، اعمل رسمه حمامه وقطعها شكل حمامه بسيطه صغيره جدا، اديها لواحد بتحبه قوي. كل ما تقابله فكروا بعض، مش هينساك. طب اذا كنا احنا بنحاول نبتكر فكره تحبب الناس فينا ونحب الناس، طب ما النبي صلى الله عليه وسلم قالها لنا من زمان بابسط من كده، كلمه طيبه صدقه. وقال لنا خلي بالكم الكلمه دي بتغير الحياه. لذلك الملائكه بتبني بيوتنا يا رب ان شاء الله ان شاء الله في الجنه، القصور في الجنه، فيجي في وقت يروحوا واقفين مش هنكمل. ليه؟ ما تكملوش ليه؟ فيقولون حتى تاتينا صدقه. لا، حتى تاتينا نفقه. لما يجي لنا نفقه، طب ايه نفقتكم؟ قال ذكر الله. كل ما العبد يذكر نبني. طب وقف، يقول لك فاذا وقف العبد عن الذكر اقل عن البناء، مش هنكمل. فكل عشان كده خلي الكلمه الطيبه زي ما احنا بنقول سبحان الله بناخد ثواب. لما خير. تقول لعامل ايه باخد ثواب، اخبارك ايه عامل ثواب، بتاخد ثواب، تبتسم لي بتاخد. قال لا، طب ما يلا وزع ابتسامات، وزع كلمات باقل كمان. شيء التبسم في وجه اخيك صدقه. بس صدقات. انا عايز كل واحد يتخيل ان دي صدقه بتاخد ثواب، صدقه كامله بكلمه جميله، بكلمه يعني هو طيبه، اللسان برضه بابتسامه. هو اللي بيوجه الانسان يا اما للخير او للشر. طبعا. وطبعا حصاد الالسنه ده هو اللي يعني ما هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا معاذ اعلى من امه بالحلال والحرام. فسيدنا معاذ بيقول يا رسول الله او نحن مؤاخذون بما نقول، احنا هنتاخد على كلامنا يعني هنتحسب؟ او نحن مؤاخذون بما نقول. وفي رواية بحصائد السنتنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ، عارف لسانك ده هو القصه كلها، أو نحن يا رسول الله مؤاخذون بما نقول. وفي رواية بحصاد ألسنة قال وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصاد ألسنتهم. هو الناس يعني ده أكتر حاجة بتدخل النار، الكلمة اللي مش طيبة، اللي هي كلمة أنا بشتم،
النهارده الشباب مع بعضه، ازيك يا ابن فلان، هو ازيك يا ابن فلان، بيشتموا بعض. ليه بتعملوا؟ يقول لك احنا واخدين على بعض. لا انا اسف، دي مش واخدين على بعض، ما بين قوسين مش عايز اقول دي ايه ادب كده يعني، عارف؟ ما ينفعش. ان المؤمن ليس بلعان ولا فاحش ولا بذيء، ما ينفعش. النبي صلى الله عليه وسلم لما شرح يعني ايه مسلم، قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. من لساني ما ينفعش تجرح في مسلم او تفتري عليه او تظلمه او تحقد عليه او هو عذاب القبر ده كلنا بنخاف منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عذاب القبر من ثلاث حاجات، تلت من الغيبه، تلت من النميمه، تلت من الذي لا يستبرئ من بوله، يعني ما بيستترش منه. تلت عذاب القبر لما اقعد اغتاب واحد واقول فيه حاجه بيكرهها، وتلت لما اقعد اوقع بيني وبينك فلان، يعني دينا مش موجوده النهارده، اوقع بينك وهنا دي نميمه. تلت عذاب القبر كلام في غيبه، في نميمه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تعالى لا يحب الفحش ولا التفاحش. صحيح. ما هو اللسان اللي بيشتم او بيسب او بيلعن او العياذ بالله بيسب الدين او او او، ده نتوقع منه لما يصلي يخشع ازاي؟ نتوقع منه لما يمسك المصحف يحبه ازاي؟ نتوقع منه لما يجي يموت في لحظه مستني فيها لا اله الا الله تجي له ازاي؟ ما هو كما تدين تدان. هو لسانه كمان مش متعود على ذكر الله. أيوة. صحيح. لسانك مش متعود. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رايت عملا أنجى لبني آدم من عذاب الله من ذكر الله. أكتر شيء ينجي من النار الذكر. عشان كده احنا قلنا من شوية وحضرتك قلت الآية أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أصل كمان في الآخرة وكمان في القبر احنا بنسأل اللهم ثبت عند السؤال منطقنا. ثبت يا رب لما من ربك نقول الله بلساننا. ده ناتج من ثبات، أصلها ثابت، تربيت على كده. ودايما خلينا نتفق على كلمة ابن القيم، بيقول القلوب كالقدور، القلب عامل زي الطبق، إناء والألسنة مغارفها. قلبك فيه إيه؟ هتطلع. عشان كده يقول لك إن المرء مخبوء تحت لسانه، عارف اللي هو واحد أول مرة تقابله فتقعد أنت مش عارف هو مين لسه، أول ما يتكلم بتعرف انكشف. لذلك سيدنا أبو حنيفة رحمه الله دخل في مرة بيتكلم على فقه الصيام، فدخل واحد لابس لبس بدوي جميل قوي، دخل قعد، وسيدنا ابو حنيفه كان رجليه تعبانه فكان بيمد رجليه دايما في المجلس، فدخل واحد بالرداء عربي كده فقال لك الراجل ده شكله عالم، فراح ضم رجليه وتعبان. فبيتكلم ان لما الشمس تغيب نفطر الخيط الاسود يعني في السحور حتى يتبين الخيط. فواحد قاعد بيقول له، فالراجل بيقول له يا امام واذا جئنا في يوم لم تغيب فيه الشمس، يعني جينا في يوم الشمس ما مشيتش. قال انا لابي حنيفه ان يمد قدمه، هو عرفه يبقى انت مش عالم ولا حاجه. فبالتالي كل ما تتكلم كل ما تتعرف. فخلي دايما الكلمه الطيبه، والكلمه الطيبه اخر كلمه اهي، الكلمه الطيبه بتاتي من العين الحلوه. صحيح. ولازم يعني لسانا يكون دايما رطب بذكر الله. شكرا جزيلا ليك شيخ شفاعه. شكرا.